بس بقول لك ايه، انا عايزه اتفق على حاجه بيني وبينك. خير؟ بس قول لي الاول، انت خلاص سبحتها علشان خاطرك بس؟ طب اسمع بقى، انا هقول لها ان انا رحت المبروك البيت لقيته ايه، بوزه شبرين وراسه الف سيف، ان هو ما يسامحكيش ابدا، وحسيت كده من كلامه انه خلاص دور على واحده تانية وقرب يخطبها، يمكن بقى لما تتجرح تحس على دمها. ده انت داهيه. داهيه ايه يا واد؟ الفكره عجبتني، هي كده هتغلي ده وتفضل تحرق في اعصابها. ده انا علشان افرسها اكتر اقوم اجر واحده حلوه ومتمشي بيها تحت بيتكم. والنبي انت اللي داهيه. اقوم اعمل لك كوبايه شاي. الله، مش قلت ما عندكش حاجه تسقهاني؟ لا، في تلقيمه كده كنت مدكنها بعد الاخبار الحلوه دي، مش خساره فيك كوبايه الشاي.